متضامنا مع الأخوة المعتقلين وأسرهم. فقد تحولت البحرين هذه الجزيرة الجميلة التي حبان الله بها بالأمن والأمان، والتي آمنت برسالة من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشعب بفطرته مسالم يحب العيش والأمان بسلام، حتى ابتلينا بعقلية قبلية حولت هذه الواحة الخضراء إلى صحراء قاحلة، وحولت الإنسان هذا المعطاء الذي غاص في أعماق البحار ليستخرج اللؤلؤ ويحرث ويزرع الزرع في هذه الأرض وهذه العيون التي جفت من ظلم الإنسان. نقف هذه الوقفة مع شباب اعتقل. وأين اعتقل؟ ليس في مواجهات أمنية، وليس في اعتصام ولا مسيرة، بل المضحك المبكي في بركة سلاح. لم يعد هناك أمان في البحرين، لا في بر ولا في بحر ولا في منزل ولا في مسجد ولا في مدرسة ولا في عمل. أنت مشروع استهداف لدى هذه السلطة أينما تكون، طالما كنت ترفض السياسات الظالمة لها. الغريب أن هذه السلطة كلما تلقت إدانات دولية حقوقية على انتهاكات حقوق الإنسان، كلما زادت في تضييقها وحماقاتها وقمعها للإنسان، لأنها أمنت العقوبة. نعم، العمل الحقوقي مطلوب وفتح السلطة مطلوب، ولكن شتان بين إدانات دولية ورقية خطابية لا يتبعها موقف على الأرض كما يجري في سوريا اليوم. ليس عقوبات اقتصادية التلويح بعقوبات اقتصادية أو حصار، بل بضربة عسكرية. هنا أي نظام لا بد أن يقدم تنازلات ولا بد أن يعدل من أوضاع، ولكن البحرين منذ السلام، منذ تقرير بسيوني إلى اليوم، تقرير بسيوني، توصيات جنيف الأولية، وأيضا بيان 47 دولة عالمية، ماذا باعت؟